السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر فيديو حكينا عليه في الأودي كيو 5 اللي كان مكراسي هذاك، وقلت لكم من بين الأسباب اللي تخلي التيربو من بين أسباب عفوا اللي تعرف بها تيربو بدا يفسد لك، تسمع واحد التصفيرة هكا كيشون أمبيلونس. نوضي تشوفوك نسمع التصفيرة هذه مع بعض. هنا أكسيريري زيد زيد نورمال تسمع فيها التصفير هذي. اوه هو كون كاينه فويت تسمعها في الاكسيراسيون، يعني كي يطلع الريجيل تاع الموتور تسمع التصفيره. كون كاين فويت كي تنحي رجلك على الاكسيراسيون ما تسمعش التصفيره. هذا كيعد في الحاله هذه قادر يكون فويت، اما بالنسبه هذه بحكم الاكسبيريونس التصفيره هذه عندنا الريشه تكون كش ما صارت فيها دقرطت منها نتشه صغيره، كش ما لاكس هذاك ولا فيه الجو، كش ما كاين لاكراس جهه التيربو خلات الريشه هذيك تتاكل، والريشه هذيك ولات تعمل كيما الصفاره كيصفر تعمل هذاك الحس. على العموم خواتنا هذا التصفيره هذه قد تسمعها في المرسيدس، قد تسمعها في الكيا، قد تسمعها في الهونداي، قد تسمعها في السانجيون، قد تسمعها في التويوتا، قد تسمعها في الاودي، في سكودا، في سيات، في الفولكس فاجن، في البي ام دبليو، في جميع السيارات اللي فيهم تيربو يقدر تسمع فيهم هذه التصفيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وننتظر ان شاء الله بعد ما نحيو التيربو ونشوف مع بعضنا واش اكل فيه هذا التيربو. هلا وانا في روحكم.